مع اقتراب موعد التصويت في الانتخابات الإيرانية في 19 من مايو الجاري، فإن وتيرة التنافس بين المرشحين بدت تتصاعد إلى مستويات حادة في ظل الانتقادات الشديدة اللهجة بين مرشحي التيارين، وخاصة إبراهيم رئيسي وقاليباف الموالين لتيار المرشد المحافظ، في مقابل الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني الذي بات يقود تيار الإصلاحيين بعد وفاة عرابه رفسنجاني. لا للرجوع للماضي، بلا للخضوع للبدء الموجود، نعم للتغيير. فقط 4% لسان حالنا جميعا هو لماذا لم يتم استغلال الموارد الاقتصادية للبلاد بشكل أفضل، ولماذا إخفاء الحقائق عن الشعب. قضيتنا هي مع سوء الإدارة والفشل في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، بل الكذب عليهم والاستمرار في ذلك ليومنا الحالي. وخلال الجولات الانتخابية في المدن الإيرانية المختلفة، يحاول كل مرشح أن يدلو بدلوه ويقتص من منافسيه قدر الإمكان ويكيل لهم الاتهامات. ويبدو بأن موقف روحاني منها بات في خانة الدفاع عن أداء حكومته خلال السنوات الأربع الماضية. مصادرة القلم ومصادرة التعبير وحرية الصورة كانت معالم حكم الذين ينادون اليوم بالحريات ويعدون الشعب بها، والحقيقة بأن الحرية تخجل منهم، إنهم متطرفون وأصحاب خبرة في الاعتقادات والمنع. وأمام هذا المشهد الذي يرسخ حقيقة الخلافات والصراعات بين المرشحين، فإن متابعين للشأن الإيراني يؤكدون بأن الوضع الداخلي قارب على الانفجار، خاصة مع كثرة الاعتقالات وسوء الأوضاع المعيشية وتدهور الاقتصاد وحجب مواقع التواصل، الأمر الذي دفع المرشد خامنئي على التدخل مطالبا المترشحين بعدم إثارة المواطنين تفاديا لتكرار انتفاضة 2009. ويعني ذلك بحسب المحللين أن الأمل في أي تغييرات حقيقية تخدم المواطن الإيراني أصبح معدوما من هذه الانتخابات في ظل مرجعية الولي الفقيه.